محمد لو سمحت، بس انا كان ليا اخ اخويا شيء يعني معلش ارفع صوتك يا حامد، ده احنا قلنا راجل يعني هتهز الميكروفون. انا بقول لحضرتك اخويا شاف لي رؤيه ان هو انا وهو قاعدين في المسجد، في المسجد يعني بنصلي نصلي، بس هو قاعد معايا في نفس الصف بس بعيد عني. نعم. فشافني ان انا برفع السجاد في الصلاه وبيطلع منها زي ضوء كده لغايه ما انا اختفيت. نعم. انت اللي اختفيت؟ يعني انا برفع السجاده من تحتيه انا وكل شويه الضوء عمال يزيد لغايه ما انا ما عادش شايفني. انت واخوك معلش احوالكم الدينيه ايه، منضبطه ولا في تقصير؟ لا الحمد لله، يعني الحمد لله. طيب في تاني يا حامد؟ بس لا هو كده ان شاء الله. شكرا يا حامد. اخيرا ان احنا في المسجد، المسجد عندي حياه فيها توبه، بنصلي الصلاه ايضا توبه، فعسى ان يكون الاخين دول ناس محترمه ومقبلين على توبه ويحيوا حياه فيها توبه. بصلي على سجاده الصلاه وطلع ضوء، الضوء هو الهدايه والعلم، انتبه انتبه لامر العلم والهدايه، يوم ربنا سبحانه وتعالى يوفقك. الاختفاء عندي في احيانا بيبقى كويس واحيانا مش جميل، معنى ان انا اختفي من المسجد ان احوال الهدايه عندي تبقى مش جميل، او الاختفاء معناه ان الزم بيتك ما تخلطش الناس وتضيع وقتك، حافظ على وقتك والزم بيتك واجتهد في امور العباده.